الدولي بمنصب الأمين العام. أولا نهنيك بهذا المنصب. شكرا لك. ثانيا كما قلت راح يكون دافع من أجل تطويل الرياضة عربيا إفريقيا، وأيضا ستعود بالفائدة على المنتخب الوطني الجزائري. تزكيتي لهذا المنصب كان عبر الاقتراع بكل الدول الوطنية التي كانت حاضرة هناك والدول الاتحاد القارية كذلك، فكان بإجماع 100%، وكان في الكثير من الاتحادات كان كثير من الاتحاديات اللي كانت في او رؤساء الاتحاد كانوا في كل مره في اتصال معي وان يحثوني انني ان اترشح لهذا المنصب امين العام، وقد يعني اقترح لي رئيس الاتحاد العالمي قال لي نحن نريدك في الاتحاد العالمي ونريدك في منصب امين عام ولا بد ان تكون مترشح، فترشحي كان باجماع الجميع، وهذا الشيء زادني ثقه وشجعني اكثر للعمل اكثر، وساعمل جاهدا اولا لاكون في مستوى الثقه التي وضعتها في هذه الدول والاتحاد القاري، وكذلك سأعمل أكثر لخدمة بلادي، سيكون منصب هذا المنصب لخدمة بلادي الجزائر، لخدمة فريقنا الوطني ولخدمة إفريقيا بصفة عامة والاتحاد العربي إن شاء الله. ستكون إن شاء الله أتمنى أن تكون لنا عهدة فيها تميز إن شاء الله متميزة، يكون فيها الفوفينا مطرح من طرف اللجنة الأولمبية، يدرج في مختلف الألعاب الجامعية، الألعاب المدرسية العالمية، نتكلم دائما عن العالمية في الألعاب الإفريقية والألعاب البحر المتوسط، هذا أهدافنا مسطرة لنا ونسعى لها إن شاء الله. إن شاء الله تبقى مفخرة للجزائر من بين الأسماء التي تصنع الاسم وترفع اسم الجزائر عاليا في المحافل الدولية. شكرا سمح جواد، نتركك. سنبقى أيضا مع المنافسة التي ستنطلق بعد لحظات، ابقوا معنا تابعونا ستتمتعون، ستكون الفرجة المتعة وأيضا أشياء ستكتشفون.